في انتظار ما ستقوله صناديق الاقتراع في فرنسا، الغموض يكتنف المشهد السياسي الفرنسي في واحدة من أكثر الانتخابات التشريعية جدلاً في تاريخ البلاد الحديث، حيث يقف الناخبون أمام لوحة سياسية مشكلة تضم أقصى اليمين الذي تمكن مؤخراً من حشد شعبية كبيرة وأحزاب يسارية تمكنت من التحالف في ائتلاف مشترك تجاهد من أجل الحفاظ على تماسكه، وتيارات وسطية ممثلة بالرئيس الفرنسي تؤمن بضرورة خوض الاستحقاق بكامل قوتها وعدم الاستسلام. وليس واضحاً حتى الآن على ماذا سترسو الخريطة السياسية الفرنسية بعد الانتخابات، فيما توشك البلاد أن تعيش أكبر تحول قد تهب رياحه يميناً وتحمل أقصى اليمين إلى رئاسة الحكومة. نعم، سيغير وجه فرنسا، لأننا حتى الآن لم نكن مستعدين على الإطلاق لاستقبال التجمع الوطني. كانت هناك بعض الحواجز والآن بدأت الحواجز تتفكك. أجد الكثير من الفضاضة والكثير من الناس الذين يتحدثون بشكل سيء عن الآخرين، وخاصة عن الأجانب، الأشخاص الذين لا يفكرون مثلهم. نعم، أعتقد أن هذا سيغير فرنسا كثيراً. فوز حزب التجمع الوطني وحلفائه في الدور الأول حسب كثيرين كان متوقعاً، وتزامن مع صعود نجم جوردان بارديلا الذي نجحت مارين لوبين وفق بعض التحليلات في استثمارها فيها، فيما يسعى حزبها إلى التخلص من سمعة العنصرية ومعاداة السامية التي التصقت به لفترة طويلة. غير أنه لم تتضح بعض سيناريوهات المشهد السياسي الذي تقبل عليه فرنسا، فلا يستبعد مراقبون إقبال البلاد على انسداد مؤسساتي بعد الانتخابات في حال لم يتمكن أي من التيارات الثلاثة من تحصيل أغلبية معقولة تخوله الحكم دون معيقات، فيما ترجح استطلاعات رأي عدم تمكن أقصى اليمين من الحصول على الأغلبية المطلقة مع وجود التحالف اليساري. احتمال آخر قد يطرأ في المشهد يتمثل في تعيين ماكرون لحكومة التكنوقراط يمكن أن تدعمها جميع الأحزاب. أما السيناريو الأكثر دراماتيكية فقد يكون استقالة ماكرون إذا واجه احتمال إزاحته من أقصى اليمين أو اليسار، وذلك بالتزامن مع حديث المعسكرين بأنه بدلاً من العمل مع الرئيس على إخراج فرنسا من الشلل السياسي المحتمل، فإنهما سيضغطان عليه للتنحي.